ما بقاش ليا حد غير ربنا. الكلمة دي بيقولها الناس اللي قلوبها اتكسرت او اتحطوا في ضيقة، وتحس كمان ان هما بيقولوها وقت ضعف. سبحان الله، مع ان سيدنا موسى لما ما كانش ليه حد غير ربنا وقتها البحر اتشق، والصحراء اللي ما كانش فيها مية انفجر منها عيون المية اللي موجودة لغاية دلوقتي. السيدة هاجر اللي ما كانش ليها حد هي وابنها غير ربنا، ربنا في قلب الصحراء فجر لها بير زمزم. سيدنا يونس اللي ما كانش ليه حد غير ربنا الحوت ما قدرش يهضمه، وطلعه بره على الشط من غير ما ينقص منه ضفر او شعرايه حتى. السيده مريم اللي ما كانش ليها حد غير ربنا وقتها ربنا جعل رضيعها يتكلم ويسكت كل الناس اللي بيتكلموا عليه. اللي ملوش حد غير ربنا في موقف قوه مش ضعف، في الفريق الكسبان مش الخسران، وفي الجانب الكسبان مش الجانب المهزوم. وقتها لما تحس الاحساس ده لازم تحسه وانت جامد جدا، انت معاك ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول للشيء كن فيكون. افتكر دايما الكلمة دي، ماذا وجد من فقد الله عز وجل، وماذا فقد من وجد الله عز وجل. اللي ما بقاش مع ربنا هيلاقي ايه من بعده سبحانه وتعالى يساويه ويعتبر مكسب. واللي ما بقاش ليه غير ربنا سبحانه وتعالى هو اغنى الناس وكسب الدنيا والاخره. وزي ما بنقول بالبلدي كده، اللي فيها لله ما بتغرقش، واللي ملوش غير ربنا له كتير قوي بس هو مش دريان. معجزات هتحصل له، وبركات هتحل عليه، وستر ولطف هيصحبوه، وقوه وهمه هتضاف لقلبه من حيث لا يدري ولا يحتسب. فاجمد كده وما تضعفش، واستعين بالله عز وجل، وقول الله المستعان. ومفيش حد بيقولها وبيطلب المعونة والسند من الله عز وجل بصدق غير لما بيديله كل شيء وبيعينه وبيقويه. ومش بس كده، ده بيلين في ايده الصعب. شوف كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول على سيدنا داود، وألن له الحديد، اللي قدر يخلي الحديد لين في ايد عبد من عباده وخلاه زي الصلصال يشكله زي ما هو عايز. تفتكر بقى صعب يلين حالك ويسره، ويسهل امورك وينور بصيرتك ويسهل حياتك ودنيتك ودينك؟ حاشاه سبحانه وتعالى. فلازم تكون في مصدر قوة وانت بتقول